والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول أنا عامل في مطعم ولا أستطيع أداء الصلاة في وقتها، وحتى صلاة الجمعة أيضا تفوتني لطبيعة عملي، فأقوم بأداء صلاة الظهر الساعة الثانية وأنا أعلم أن هذا هو وقت نهي، فما هو توجيهكم؟ توجيه لا تترك صلاة الجمعة وأنت قريب من المسجد من الجامع، صل الجمعة ولا تقدم عليها شيئا. نعم.